السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. لا زال الكلام في شرح كتاب شرح غاية السهول للإمام جمال الدين بن عبد الهادي المعروف بابن المبرد، وبلغنا مبحث حروف المعاني، وكنا أخذنا الحرف الأول وهو حرف الواو، ووقفنا عند حرف الفاء. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: والفاء أي هذا الحرف الذي هو أحد حروف الهجاء للترتيب، وإذا حللتم فاصطادوا، فإن إباحة الصيد مرتبة على الحل، والتعقيب فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، إذ الانتشار يعقب الفراغ منها في كل شيء بحسبه، أي أنه يكون في كل مكان بما يليق به من أحوالها، إن كان ذلك الحكم مترتباً بعضه على بعض فهي للترتيب، سواء كان على الفور أو التراخي، وإن كان يعقب بعضه بعضاً كانت للتعقيب. نعم، إلى هنا. قال: والفاء أي هذا الحرف الذي هو أحد حروف الهجاء، وهو من جملة حروف المعاني، فهو حرف هجاء وحرف معنى، حرف مبنى، حرف هجاء يعني حرف من حروف المباني، وهو في هذا الباب من حروف المعاني، لما أسلفناه من قبل أن الحروف تنقسم قسمين: حروف مباني، وهي الحروف 28 حروف الهجاء، وحروف المعاني، وهي الحروف التي تدل على معنى، سواء كانت حرف مبنى كالفاء هنا مثلا، أو لم تكن كذلك مثل في وعن. فقال: للترتيب، هذا المعنى الأول من معاني حرف الفاء، أنها تفيد الترتيب. ثم مثل لهذا المعنى بقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، الشاهد في قوله فاصطادوا. والترتيب معناه وقوع الفعل، الترتيب الذي يذكره النحاة والأصوليون، المعنى معناه هو وقوع الثاني وهو المعطوف بعد الأول وهو المعطوف عليه في الفعل المذكور. فإذا قلت حضر زيد فعمر، فمعناه أن الأول وهو المعطوف عليه زيد هو الذي حضر أولا، وأن الثاني وهو المعطوف عمرو حضر ثانيا، يعني بعد الأول وقع الفعل منه وهو الحضور بعد الأول. لكن المصنف رحمه الله لم يمثل بالفاء العاطفة، وإنما مثل بالفاء الجوابية، فاء الجزاء، لأن إذا شرطية وحللتم فعل الشرط وجوابه هو اصطادوا، فالفاء فاء الجوابية. وظاهر صنيعه والله أعلم أنه يرى أن فاء الجزاء تفيد الترتيب كما تفيده فاء العطف. قال: فإن إباحة الصيد، يعني الآن يبين وجه الدلالة من الآية الكريمة على إفادة الفاء هذا المعنى وهو الترتيب. قال: فإن إباحة الصيد
مترتبة على الحل، يعني على الحل من الإحرام، يعني فإن إباحة الصيد مترتبة أي تالية للحل من الإحرام، فالحل من الإحرام يقع أولاً ثم يتلوه ثانياً إباحة الصيد إذا أراد، يعني إباحة الصيد للكل، فعل أو لم يفعل. قال: والتعقيب، هذا هو المعنى الثاني من معاني الفاء. ومعنى التعقيب وقوع الفعل من الثاني وهو المعطوف بعد الأول وهو المعطوف عليه بلا مهلة، يعني بلا تطاول في الزمن. فلو حضر زيد ثم بعد أسبوع حضر عمرو فقلت حضر زيد فعمرو، يصح هذا؟ لا، ما يصح هذا، إنما تقول حضر زيد ثم عمرو، لأن ثم هي التي تفيد التراخي، أما الفاء فإنها تفيد التعقيب، يعني الثاني يعقب الأول، كأنه يأخذ بعقبه، يعني كأن اثنين يمشيان أحدهما أمام الآخر والثاني يتصل عقبه بعقب رجله برجل الآخر. قال: مثل قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. الشاهد في قوله فانتشروا، فإن الانتشار يعقب، يعني إباحة الانتشار أي الخروج من الصلاة، يعني الخروج من المسجد عقب انقضاء صلاة الجمعة. قال: إذ الانتشار يعقب الفراغ، يعقبه، يعني يعقب في الحل، ماذا؟ يحل لهم الانتشار أي الخروج والانصراف من المسجد عقب الصلاة. قال: في كل شيء بحسبه، في كل شيء بحسبه. والمصنف رحمه الله أراد بهذه العبارة حين أخرها بعد التعقيب والترتيب رجوعها للاثنين، يعني في كل شيء بحسبه، يعني في معنيي الترتيب والتعقيب، هكذا قال هو. وفسر ذلك فقال: أي أنه، أي التعقيب، الضمير يرجع للتعقيب لأقرب مذكور، أي أنه في كل مكان بما يليق به من أحوالها، في كل موضع، يعني من مواضع استعمال الفاء، وليس المراد بالمكان المكان المعروف، بل المراد يعني في كل موضع تستعمل فيه الفاء، بما يليق من أحوالها، يعني الفاء، إن كان ذلك الحكم مترتباً بعضه على بعض فهي للترتيب، سواء كان على الفور أو التراخي، وإن كان يعقب بعضه بعضاً كانت للتعقيب، يعني لا للتراخي، هكذا فسر المصنف رحمه الله قوله، يعني قوله في كل شيء بحسبه. والمعروف عند الأصوليين وعند النحاة أن هذا الذي ذكر وهو قولنا الفاء في كل شيء بحسبه أنها تذكر في التعقيب لا في الترتيب، في التعقيب لا في الترتيب، يعني أن التعقيب بالفاء في كل شيء بحسبه، في كل شيء بحسبه. فإذا قلت دخل زيد فعمر فإن التعقيب، يعني عدم وجود مهلة، متصور، متصور أن يكون زمنا يسيرا جدا، إذ لا يمنع من ذلك مانع في العادة أن يدخل عمر عقب زيد. لكن لو قلت تزوج زيد فولد له، الفاء هنا صحيحة أو غير صحيحة؟ أو لابد أن نقول ثم ولد له؟ قالوا صحيحة،
طيب كيف صحيحة ونحن قلنا إذا تطاول الزمان إنما نستعمل حرف ثم التي تفيد التراخي، فلماذا جوز العلماء استعمال الفاء هنا؟ قالوا لأن التعقيب هنا متصور، إذا لم يكن بين الولادة وبين زواجه إلا فترة الحمل، بمعنى تزوج وبعد 9 أشهر ولد له فهذا تعقيب، فكيف يكون تعقيبا؟ فنقول كما ذكرنا التعقيب في كل شيء بحسبه، بحسب الحال. ولهذا يصح أن تقول أسلم فدخل الجنة، مع أن بين دخوله الجنة وإسلامه مددا متطاولة، لكن التعقيب في كل شيء بحسبه. قال: ومن، نعم هذا ما قرأناه، تفضل يا شيخ اقرأ. ومن، أي التي هي حرف من حروف الهجاء، وهي المكسورة، وهي المكسورة الميم احترازا من المفتوحة الميم، فإنها اسم موصول لابتداء الغاية، حقيقة عند أصحابنا وأكثر النحاة، كما تقول سرت من البصرة إلى الكوفة، فابتداء غاية السير البصرة، وتكون لابتداء الغاية المكانية من المسجد الحرام، والزمانية من أول يوم وغيرهما، إنه من سليمان. وقيل في التبعيض، أي حقيقة في التبعيض، قاله ابن عقيل كقوله عز وجل من فضة من ذهب. وقيل في التبيين، أي حقيقة في التبيين، والمراد تبيين الجنس كقوله من فضة من ذهب ونحو ذلك. نعم أحسنت. قال: ومن، أي ومن حروف المعاني، من بكسر الميم وإسكان النون، يعني من الجارة. قال: التي هي حرف من حروف الهجاء، ويبدو والله أعلم أن هذا سهو من المصنف، لأن عادة المصنف إذا كان الحرف من حروف المعاني قال التي هي من الحروف المعنوية، وإذا كان الحرف الذي يذكره من حروف المعاني هذه المذكورة، إذا كان من حروف التهجي قال هي حرف من حروف الهجاء، وكما لا يخفاكم فإن من ليست من حروف الهجاء 28. قال: وهي المكسورة الميم احترازاً من المفتوحة الميم، فإن المفتوحة الميم هي اسم موصول لا يذكر في حروف المعاني، إنما يذكر في صيغ العموم. قال: لابتداء الغاية حقيقة، هذا أول معنى يذكره من معاني من الجارة. قال: لابتداء الغاية، يعني الغاية الزمانية والغاية المكانية، هذا هو أصل معناها حقيقة. قال: عند أصحابنا وأكثر النحاة، نعم هو عند قول الأكثرين، لأن أشهر معاني من هو ابتداء الغاية، كما تقول سرت من البصرة إلى الكوفة، يعني ابتدأ سيري من البصرة وانتهى في الكوفة. قال: فابتداء غاية السير هو البصرة، ثم قال: وتكون لابتداء الغاية المكانية كقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فمن هنا لابتداء الغاية المكانية. نعم، وهو أيضا مثل المثال الذي قبله، كلاهما ابتداء غاية مكانية. ثم قال: والزمانية، ابتداء الغاية الزمانية، مثل قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، الآية لآخر الآية، من أول يوم، من هنا تفيد ابتداء الغاية الزمانية.
ثم قال وغيرهما كقوله تعالى إنه من سليمان. وقوله غيرهما لم يوضحه المصنف رحمه الله، قد يكون المراد وغير هذين المعنيين، أي غير معنى الغاية المكانية والغاية الزمانية، وقد يكون أخذا من أصل يعني من أهم كتاب رجع إليه المصنف في هذا المبحث، وهو كتاب مغني اللبيب لجمال الدين ابن هشام. فإن ابن هشام بعد ما ذكر الغاية الزمانية والمكانية ذكر الغاية هكذا بإطلاق، كما تقول رأيت القوم من النافذة، فإن هنا ليس هناك ابتداء ولا زمان مع وجود غاية، هكذا قيل والله أعلم. وقد يكون مراد المصنف رحمه الله بقوله وغيرهما يعني معنى آخر غير الغاية أصلا، وهو في هذه الآية إنه من سليمان قد يكون المعنى هو الاتصال كما ذكر بعضهم، أو الملابسة، يعني اتصل الكتاب الذي أخذه الهدد بسليمان عليه السلام. ثم قال وقيل في التبعيض، يعني أن من حقيقة في البعضية في هذا المعنى. قاله ابن عقيل، قاله ابن عقيل، ويقصد بابن عقيل يريد به أبا الوفاء علي ابن عقيل البغدادي الحنبلي، لا ابن عقيل النحوي المعروف الفقيه الشافعي. قال كقوله عز وجل من فضة، وقوله تعالى من ذهب، هكذا مثل المصنف رحمه الله. ويطاف عليهم بآنية من فضة، وقوله تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب، هكذا قال إنها للتبعيض. والأحسن من هذين المثالين أن يمثل بقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فإن هنا دلالتها على البعضية واضح بخلاف الآيتين السابقتين، وإن كان بين التبعيض والتبيين، لأن من هنا في الآيتين التي ذكرهما المصنف رحمه الله من فضة من ذهب، يعني هي أقرب لأن تكون لتبيين الجنس وهو المعنى الذي ذكره عقب هذا، ولهذا مثل بنفس المثالين كما سوف ترون الآن في التبيين. فأقول يعني بين التبيين تبيين الجنس وبين البعضية بينهما شيء من التقارب، حتى أنكر بعض النحاة كونها للتبيين وقال هي للتبعيض، يعني في الآيتين التي ذكرنا، فلعل المصنف قلدهم في هذا، وإلا فكما قلنا الأحسن أن يمثل بالمثال الواضح الذي لا يختلف فيه اثنان، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم حتى تنفقوا مما تحبون. من تفيد ماذا؟ البعضية، يعني من الذي تحبونه من المال، بعضه ينفق بعضه، يغض من أبصاره، المراد بعض، لأن من النظر ما لا يحرم. قال وقيل في التبيين، يعني وقيل إن من حقيقة في معنى التبيين، المراد يعني تبيين الجنس، يعني تبيين جنس ما قبلها، ما قبل من، كما مثل هو المصنف أيضا بنفس الآيتين بآنية من فضة، لأنه لو قيل بآنية وسكت فيقول السامع آنية من ماذا، يعني آنية نحاس أو آنية ذهب أو آنية فضة أو آنية خشب، فبين جنس الآنية فقال بآنية من فضة. ومثله كذلك من أساور،
ما هي الأساور؟ يعني لو أن السامع سمع هذا فقط من أساور لقال وما الأساور من ماذا يعني؟ من أساور من ذهب، تبيين جنس ما قبل من. نعم تفضل يا شيخ. وإلى أي وضع هذه اللفظة لانتهاء الغاية وهو فراغها، كما أن من لابتدائها وابتداء الغاية داخل فيها، كقولك سرت من البصرة فتدخل البصرة في السير، إذ هي ابتداء الغاية لا ما بعدها، أي الغاية أي الغاية وهو انتهاؤها في ثالث، أي في قول ثالث. فعلم أن في دخوله ثلاثة أقوال: الأول يدخل مطلقا كقولك سرت إلى الكوفة فالكوفة داخلة في السير، والثاني لا يدخل مطلقا اختاره جماعة من أصحابنا وفاقا لمالك والشافعي اللهم إلا أن يدل دليل على دخوله، والثالث إن كان من الجنس كقوله عز وجل إلى المرافق إلى الكعبين دخل، وإن كان دخل وإن كان من غير الجنس كقوله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل لم يدخل، اختاره أبو بكر وأبو البركات وذكره القاضي عن أهل اللغة. نعم جزاك الله خير. قال وإلى أي وضع هذه اللفظة لانتهاء الغاية، هذا المعنى الأول من معاني إلى التي هي حرف من حروف المعاني. قال وهو فراغها، انتهاء الغاية فراغ الغاية أي انقضاؤها، كما أن من لابتداء الغاية. قال وابتداء الغاية داخل فيها، فيها يرجع الضمير إلى وليس إلى من، عفوا. قال وابتداء الغاية داخل فيها، الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو من، ووضح ذلك بالمثال قال كقولك سرت من البصرة، قال فتدخل البصرة في السير، يعني أنه أن سيره مر بالبصرة. قال إذ هي ابتداء الغاية، ثم قال لا ما بعدها، لا ما بعد إلى، إذا قلت سرت من البصرة إلى الكوفة فإنما بعد إلى لا يدخل فيما قبلها. قال وهو انتهاؤها في ثالث قول، في قول ثالث. فعلم أن في دخوله، يعني ما بعد إلى دخوله فيما قبلها، علم أن فيه ثلاثة أقوال: الأول يدخل مطلقا كقولك سرت إلى الكوفة فالكوفة داخلة في السير، يعني أنه لم ينقطع سيره قبلها بل دخلها ودخل في داخل الكوفة فالسير مر بها. ثم قال والثاني لا يدخل مطلقا اختاره جماعة من أصحابنا وهو مذهب أكثر العلماء، إلا أن يدل عليه دليل، يعني أن الأصل عدم دخول ما بعد إلى في الفعل المذكور، إلا أن يدل عليه دليل بأن يقول سرت من البصرة إلى الكوفة فرأيت في الكوفة كذا وكذا وكذا، فعلم بالقرينة أن الفعل وهو السير مر بالكوفة. قال والثالث إن كان من الجنس، يعني إن كان ما بعد إلى من جنس ما قبلها، هذا المعنى كونها من الجنس، إن كان ما بعد إلى من جنس ما قبلها دخل في الغاية، كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق،
فإذا قلنا إن ما بعد إلى يدخل فيما قبلها فإنه يجب غسل المرافق، وإذا قلنا إن ما بعد إلى لا يدخل فإنه ينقطع الغسل إلى ما قبل المرافق. وفي المثال هذا ما بعد المرافق وهو العضد هو من جنس ما قبلها وهو الذراع، لأنها كلها يطلق عليها يد، ومثله إلى الكعبين في نفس الآية الكريمة. قال: وإن كان من غير الجنس، إن كان ما بعد إلى ليس من جنس ما قبلها لم يدخل في الغاية، لم يدخل ما بعدها في الغاية، كقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، فإن الليل ليس من جنس النهار، وحينئذ لا يجب أن يصوم بعد غروب الشمس الذي هو الليل. قال: اختاره أبو بكر عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال، واختاره أيضاً أبو البركات مجد الدين بن تيمية جد شيخ الإسلام، وذكره القاضي أبو يعلى عن أهل اللغة، نسبه إلى أهل اللغة، يعني هذا التفصيل. نعم. ثم قال: وعلى، أي هي موضوعة للاستعلاء، إما قدراً كما يقال فاق علي إخوانه وعلى على الناس، وإما مكاناً كقوله ثم استوى على العرش، وهي أي على للإيجاب، قاله أصحابنا وغيرهم. نعم. قال: من حروف المعاني على، وهي موضوعة للاستعلاء، هذا أصل معانيها. قال: إما قدراً وإما مكاناً. إما قدراً يعني في المنزلة، فيكون الاستعلاء معنوياً، كما يقال: فاق زيد على إخوانه، تفوق زيد على أقرانه، وعلى عمرو على الناس. فإن العلو هنا ليس معناه أنه في مكان فوقه وهم تحته، وإنما المراد علو المنزلة. ثم قال: وإما مكانا، العلو الحقيقي، علو المكان، كقوله تعالى: ثم استوى على العرش، يعني علاه. قال: وهي، يعني على، للإيجاب، يعني من معاني على الإيجاب الذي هو حكم من الأحكام الشرعية التكليفية. فإن أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فعليهن، ما معنى عليهن؟ يعني يجب أن يجلدن 50 جلدة، نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب الذي هو الحد، وهو 100 ونصفه 50. تفضل. قال: وفي التي هي أحد الحروف المعنوية للظرف، قال بعض أصحابنا: حتى في ولأصلبنكم في جذوع النخل، كقول البصريين. وقال أكثر أصحابنا: هي فيها بمعنى على، كقول الكوفيين. وللتعليل قاله بعض أصحابنا وغيرهم، كقوله تعالى: لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وللسببية كقوله عليه السلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها. وضعفه بعضهم لعدم ذكره لغة، وبمعنى على كقوله عز وجل: ولأصلبنكم في جذوع النخل، على الأصح. نعم. قال: وفي التي هي أحد الحروف، لاحظوا هنا ماذا قال؟ أحد الحروف المعنوية، يعني أحد حروف المعاني، يعني لا أحد حروف الهجاء. قال: للظرف. قال بعض أصحابنا: حتى في، يعني أن في للظرفية حتى في هذه الآية، هي في للظرفية، لا أحد ينازع في هذا، في كون في للظرفية لا ينازع فيه أحد. زيد في داره،
في تفيد ماذا؟ الظرفية، فداره ظرف يحويه. لكن هنا قال حتى، يعني يقصد أن حتى في هذه الآية إشارة إلى وقوع نزاع، في أن في حرف في الآية الكريمة ولأصلبنكم في جذوع النخل، هل هي للظرفية أو ليست للظرفية محل خلاف بين العلماء. فهو يقول هي للظرفية في المواطن المعروفة الشواهد المتفق عليها، وحتى في هذه الآية هي تفيد الظرفية. قال كقول البصري، يعني أن في تفيد الظرفية في قوله تعالى عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل مجاراة وموافقة لمذهب البصريين، لأن البصريين قالوا إن في الآية هنا تفيد الظرفية. ثم قال وقال أكثر أصحابنا، أكثر الحنابلة، هي يعني في فيها يعني في الآية الكريمة بمعنى على وليست للظرفية، يعني أنها صرفت من حقيقتها إلى مجازها. لماذا؟ لأن نيابة الحروف بعضها عن بعض هو من قبيل المجاز، إذا قلت في هنا ومعناها على صار استعمالاً لللفظ في غير موضوعه الأصلي فيصير مجازاً. قال كقول الكوفي، كأنه يقول إن الحنابلة اختلفوا، فالأقل جاروا ووافقوا البصري فقالوا في الآية الكريمة تفيد الظرفية على أصلها. وأكثر الحنابلة وافقوا الكوفيين فقالوا إن في الآية الكريمة بمعنى على. والذي سبب الخلاف بين البصريين والكوفيين في هذه الآية وغيرها هو أن البصريين يمنعون نيابة الحروف بعضها عن بعض، وأما الكوفيون فيجوزون ذلك. وسببه أن البصريين يقولون التجوز في الفعل أهون من التجوز في الحرف. لماذا؟ قالوا لأن المجاز فرع الحقيقة، فما لا حقيقة له لا مجاز له. طيب الفعل له معنى في نفسه فله حقيقة إذن، فإذا كان له حقيقة جاز أن يعني أن تجعل له مجازاً. أما الحرف فليس فيه معنى، ليس له معنى في ذاته، وإنما معناه دائماً يتعلق بغيره، فالتجوز في الفعل أهون من التجوز في الحرف. وحينئذ قالوا نضمن الفعل معناً يعني معناً آخر غير ظاهره، فنعدل به عن ظاهره ونبقي الحرف على حقيقته، نبقي الحرف على حقيقته، وإنما نغير معاني الأفعال، نضمن الفعل معنى يتناسب مع الحرف المذكور فنبقي الحرف على حقيقته خلافا للكوفيين. وأما الكوفيون فدليلهم يعني الشواهد، يعني ظاهر الشواهد القرآنية والحديثية وأقوال العرب وأشعارهم في أن الحروف ينوب بعضها عن بعض. قال وللتعليل قاله بعض أصحابنا، هذا المعنى الثاني بعد معنى الظرفية معنى آخر لفي. والمصنف طبعا هو يذكر من الحروف المعاني بعضها، ويذكر من معاني ما ذكر من الحروف بعضها، فله أتى على جميع حروف المعاني ولا على كل معنى من كل حرف، وكل ذلك طلباً للاختصار. قال وللتعليل قاله بعض أصحابنا وغيرهم، نعم ذكره كثير. قال كقوله تعالى لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، يعني لمسكم لأجل ما أخذتم، يعني من أجل ما أخذتم يمسكم العذاب،
قال وللسببية، هذا المعنى الثالث من معاني حرف في، كقوله عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال وضعفه بعضهم، الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، يعني وضعف بعض العلماء هذا المعنى الأخير من معاني في وهو السببية فنفاه، يعني ضعفه، ومن ثم نفى صحة القول بحمل في على السببية. ما دليلهم؟ قال لعدم ذكره لغة، هكذا قال بعض النحاة وبعض الأصوليين وهو فخر الدين الرازي، لعدم ذكره لغة، يعني كأنه يقول لأن النحاة وأئمة اللغة لم يذكروا من معاني في معنى السببية، والمبحث الذي نحن فيه مبحث لغوي، فالمرجع فيه إلى أئمة اللغة، هكذا ظن بعضهم وهو الرازي وتعقبه السبكي وغيره، بأن النحاة وأئمة اللغة لم يأتوا على كل شيء، لم يذكروا كل شيء من معاني الحروف، بل فاتهم حروف أخرى، معاني أخرى من الحروف المعاني. فلا ضير أن يذكر الأصوليون معنى أو معاني يستدركون بها على النحاة، وما الذي يمنع من ذلك؟ لا يمنع منه مانع، فإن مباحث حروف المعاني من المباحث المشتركة بين علم النحو وعلم أصول الفقه، فالكل يؤسس هذا المبحث ويشارك فيه ويخالف ويعتد بخلافه ويرجح ويعتد بترجيحه، ولا يمنع من ذلك مانع. لكن ابن مالك لما ذكر هذا المعنى من معاني في وهو السببية، عبارته كانت يعني أدق من عبارة الرازي، قال وهذا معنى غفل عنه، أو قال خفي على أكثر النحاة المتقدمين. فمفهوم عبارة ابن مالك رحمه الله أنه لم يخفى على بعض آخر من النحاة، وحينئذ يذهب هذا الدليل، لا معنى له، أليس كذلك؟ يعني يكون هذا المعنى مذكور عند بعض النحاة، وعلى هذا فلا يصح قوله لعدم ذكره لغة، بل هو مذكور لغة عند بعض النحاة المتقدمين وبعض المتأخرين أيضا. ويبقى بيان الفرق بين السببية والتعليل، وظاهر صنيع المصنف رحمه الله أن بينهما فرقا، ولهذا ذكرهما ومثل لكل، والعلماء على فريقين، فمنهم من يرى أن التعليل هو السببية وأن السببية هو التعليل، حتى في هذا الباب، يعني سواء في هذا الباب أو في غيره من الأبواب، كباب الحكم الشرعي عند ذكر السبب والعلة فإنها من الأحكام الشرعية الوضعية، أو عند مبحث القياس عند ذكر التعليل في مباحث القياس. فبعضهم، بعض النحاة وبعض الأصوليين، لم يفرقوا بين التعليل والسببية ورأوهما شيئا واحدا. ومن العلماء من غاير بين السببية وبين التعليل، ثم اختلفوا في الغيرية، في وجه الغيرية بينهما، يعني ما هو وجه الفرق بينهما. فقال بعضهم إن العلة أو التعليل، العلة يكون للشيء الذي يتأخر من حيث الواقع، يتأخر عن معلوله من حيث الواقع لا من حيث الذهن، فالذهن هو موجود مسبقا، أما السبب فهو موجود مسبقا قبل مسببه ذهنا وواقعا.
هكذا قال قلة من النحاة. وبعضهم فرق بين العلة والسبب هنا يعني في هذا المبحث بأن في بعض حروف المعاني كالفاء، فقال الحرف حرف التعليل كالفاء ونحوها إذا دخلت على الحكم فهي فاء السبب، وإذا دخلت على الوصف فهي فاء التعليل، فقل فاء التعليل ولا تقل فاء السببية. وإذا دخلت الفاء على الحكم يعني حكم العلة فسمه فاء التسبيب ولا تقل فاء التعليل. وفرق آخرون بين التعليل وبين السببية بأن العلة موجبة لحكمها أما السبب فهو مجرد أمارة معرفة للحكم. وهذا الأخير مسألة كلامية أصلا وقع النزاع فيها بين المعتزلة وبين الأشاعرة، وبعضهم رتب عليه آثارا في أصول الدين وفي أصول الفقه وفي الفقه. فمن أثار ذلك في أصول الدين الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة في الأعمال، حقيقة أعمال العباد يعني أفعالهم للطاعات أو حتى للمعاصي، هل هي علة للجزاء أو سبب له؟ فقال المعتزلة أفعالهم هي علة للجزاء، وقال أهل السنة أفعالهم هي سبب للجزاء، الجزاء يعني الثواب والعقاب، دخول الجنة ودخول النار. ومن ثم قال المعتزلة يجب على الله أن يثيب المطيع ويدخله الجنة، ويجب على الله أن يعاقب العاصي ويدخله النار، هكذا قالوا تعالى الله علوا كبيرا، من نظرتهم إلى أن الأعمال علة والعلة هي الموجبة للحكم. وأهل السنة قالوا هذه الأفعال إنما هي يعني أمارة على الحكم وليست موجبة له، والذي يدخل الجنة هو رحمة الله وليس فعل الطاعات، والذي يدخل النار هو عدل الله سبحانه وتعالى. هذا من آثار التفريق بين الفرق الأخير، يعني من آثار الفرق الأخير بين السبب وبين العلة في أصول الدين. وفي أصول الفقه من آثاره الاختلاف في تعريف العلة، فالعلة علة القياس يعرفه المعتزلة بأنها الوصف الموجب للحكم، وغير المعتزلة يعرف العلة بأنها الوصف المعرف للحكم، ما قالوا الموجب تفادياً لمذهب المعتزلة. ومن أثارها في الفقه اختلافهم في الأعمال الشرعية، هل هي علة لبراءة الذمة أو هي سبب؟ فمن قال علة لم يجوز النيابة في الحج، لأن فعل الرجل ليس علة لبراءة ذمة غيره. ومن قال إن الأعمال الشرعية هي سبب لا علة جوز النيابة في الحج. نعم. ثم قال وبمعنى على، يعني ومن معاني في أنها تأتي بمعنى على، كقوله عز وجل ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. ثم قال على الأصح، قال على الأصح لأنه قول أكثر أصحاب المذهب كما ذكر آنفا. نعم تفضل يا شيخ. واللام التي هي أحد حروف الهجاء أقسام ذكره أصحابنا والنحاة للتمليك لزيد وللاختصاص ابن لزيد، والاستحقاق السراج للدابة السرج للدابة،
والتعليل العقوبة للتأديب، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، والتأكيد إن زيداً لقائم، إن ربك فعال لما يريد، والقسم لنسفعاً بالناصية، والتعجب لإلاف قريش على قول، والجحود ما كنت لأنساه، ولام العاقبة ليكون لهم عدواً وحزناً، ولام الأمر كل لزيد، وتعدية الفعل كلت لزيد الطعام. وفي التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب من أصحابنا هي، يعني اللام حقيقة للملك لا يعدل عنه إلا بدليل، وتكون أي اللام بمعنى على كقوله عز وجل، ولا تجهروا له بالقول، والعرب تقول سقط فلان لفيه، أي على فيه، وبمعنى إلى كقوله عز وجل، بأن ربك أوحى لها، أي إليها، والحمد لله الذي هدانا لهذا، أي إلى هذا. أحسنت إلى هنا. قال: واللام التي هي أحد حروف الهجاء. نعم، اللام حرف من حروف التهجي المعروفة. قال: أقسام ذكره أصحابنا والنحى، يعني لها معان، لها عدة معاني. قال: للتمليك، هذا المعنى الأول، مثل المال لزيد، يعني كأن في العبارة سقطا والله أعلم، وأن قبل لزيد، يعني لزيد وحده هكذا ما يصلح، لأنه لن يظهر معنى التمليك إلا بتمام المثال حتى يفترق عن ما بعده، وهو الاختصاص والاستحقاق. فلعل العبارة هي المال لزيد. قال: والاختصاص، هذا ابن لزيد، هذا ابن لزيد. والاستحقاق، السرج للدابة. والفرق بين الثلاثة الذي يذكره النحاة، الذي يذكره النحاة وكثير وأكثر الأصوليين والله أعلم، هو أن التمليك اللام تقع بين ذاتين، وتدخل على من يتصور منه الملك، إذن تدخل بين ذاتين، ويكون دخولها على من يتصور أنه يملك، من يتصور منه أنه يملك. فأنت تقول: المال لزيد، والفرس لعمر، وقعت اللام بين ذاتين، يعني بين عينين، لا بين ذات ومعنى من المعاني، فإن المال ليس معنى من المعاني، وإنما هو ذات. واضح معنى ذات؟ ذات يعني ليس معنى إنسان فقط، لا، ذات يعني ليس معنى من المعاني. المال ذات، لكن لو قلت الشجاعة معنى، واضح؟ قال: والاختصاص، الاختصاص تدخل بين ذاتين، لكن يعني تقع بين ذاتين، لكن تدخل على من لا يتصور منه الملك، لا يتصور منه الملك، مثل هذا ابن لزيد، فإن زيد لا يملك ابنه، يملكه يبيعه كما يبيع الغلمان، لا. ولو قلت الحصير للمسجد والباب للدار كذلك، تقع اللام بين ذاتين، وتدخل على من لا يتصور منه الملك. قال: والاستحقاق، نعم، المعنى الثالث استحقاق، الاستحقاق تدخل اللام بين ذات ومعنى، بين اسم ذات واسم معنى. حين تقول مثلا: الحمد لله، الحمد معنى،
يعني الحمد مستحق لله. وإذا قلت النصر للمسلمين هذا لام الاستحقاق. لكن المصنف هنا رحمه الله تلاحظون في المثال ماذا قال؟ السرج للدابة، والسرج ذات والدابة ذات، وما وجر في هذا تبع في هذا شهاب الدين القرافي، لأن القرافي رحمه الله جعل الاستحقاق مثل الاختصاص، لكن فرق بينهما بأن ينظر في العادة. إن كان في العادة أن مثل هذا يعني يملك، يتصور منه الملك، فإنه تكون لماذا؟ للاختصاص، عفوا تكون للاستحقاق، وإن لم تجري العادة به فإنه يكون للاختصاص. فقولك مثلا السرج للدابة، العادة تجري بذلك بأن السرج يكون تبعا للدابة، هو أصلا ما صنع إلا للدابة. ولو قلت اللجام للفرس كذلك، العادة أن اللجام ما يصنع إلا للفرس، فتقول هذا الاستحقاق. أما الاختصاص فقولك هذا ابن لزيد، فإن العادة حين تقول هذا تشير لشخص، تقول هو ابن لزيد، هذا ابن لزيد، فإن العادة العادة لا تجري بلزوم تبعية المشار إليه لزيد، فإنه يجوز من حيث الإمكان ألا يكون ابنا له. فهل يلزم من وجود زيد أن يكون له أبناء؟ ما يلزم. ومن حيث الإمكان يمكن أن هذا الذي أشار إليه لا يكون ابنا له، يمكن من حيث الإمكان نقول، يعني هكذا قال شهاب الدين القرافي. والأولى أن نمشي على ما مشى عليه الأكثرون من التفريق بين الملك والاختصاص والاستحقاق بالذي ذكرناه، وهو المعنى الذي ينضبط. يعني هذه المعاني التي ذكرناها هي التي تنضبط ويمكن أن يفرق فيها بها بين آحاد الأمثلة. ثم قال والتعليل، يعني اللام تأتي لمعنى رابع وهو التعليل، وضابطه أن يصح موضع اللام عبارة من أجل، فتقول العقوبة للتأديب، يعني إنما وضعنا العقوبة لأجل التأديب أو من أجل التأديب. وإذا قلت الجوائز لتحفيز الطلاب وتشجيعه فهي لام التعليل. قال وأنزلنا، قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لام ماذا؟ لام التعليل، يعني من أجل أن تبين للناس ما نزل إليه. ثم قال والتأكيد، من معاني اللام تأكيد مضمون الجملة الخبرية، إن زيدا لقائم، فإن اللام هنا لو حذفتها لم يختل نظم الكلام. طيب ولما أتي بها ما دام أن حذفها لا يخل بنظم الكلام؟ فتقول لغرض وهو التأكيد، تأكيد المعنى المذكور، إن ربك فعال لما يريد. وفي غير القرآن يصح من حيث اللغة أن تقول فعال ما يريده، فاللام هنا أتت للتأكيد. ثم قال والقسم، من معاني اللام القسم، لنسفعا بالناصية، لام لام القسم، أقسم الله أن يسفع هذا المشرك بناصيته، أن يجره، يعني بيأخذ بمقدمة رأسه وتجره الملائكة إلى النار. قال والتعجب، من معاني اللام التعجب، لإيلاف قريش، يعني اعجبوا لإيلاف قريش، أو عجبا لإيلاف قريش، أي إلفهم وتعودهم وملازمتهم لرحلة الشتاء والصيف.
ثم قال على قول. ما معنى على قول؟ يعني أن اللام في قوله تعالى لإيلاف قريش هي للتعجب على قول من أقوال العلماء، وإلا فبعضهم قال إنها ليست للتعجب، ليست للتعجب، وإنما هي يعني الاختصاص أو التعدية. كيف؟ قالوا السورة هذه جاءت بعد سورة الفيل، فيكون المعنى أهلكنا أصحاب الفيل إحساناً لقريش، هكذا قيل يعني من الأقوال. والجحود من معاني اللام هو الجحود، والجحود معناه الإنكار يعني النفي. ما كنت لأنساه، فاللام هنا لام الجحود. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما كان الله ليذر المؤمنين، اللام لام الجحود. ثم قال والعاقبة، ومن معاني اللام هو بيان العاقبة، يعني ما سيؤول إليه الأمر، يعني الصيرورة كما قال بعضهم الصيرورة. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فإن اللام هنا ليست لام التعليل، يعني هم بلتقطوا حتى يعني يصير لأجل أن يصير عدوا لهم، وإنما المراد التقطوا فآل الأمر أن صار لهم عدوا وحزنا لأنه أزال ملكهم. قال ولام الأمر، ثم قال كل لزيد، وظني أن في الكلام إما سقط وإما سهو، لأن اللام هنا أين لام الأمر؟ هنا في لام الأمر في قوله كل لزيد، هل يوجد؟ لا يوجد لام أمر، كل فعل أمر ولم يتصل به اللام، واللام لا تدخل، لام الأمر ما تدخل على فعل الأمر ولم تدخل عليه أصلا هنا في الكلام. وإنما الأحسن أن يمثل بقوله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل، لام هنا لام ماذا؟ الأمر. وأما كل زيد فهو مثال لما بعده للمعنى الذي يليه وهو التعدية، كل لزيد، وممكن أن تكون بمعنى من أجل، يعني للتعليل كل من أجل زيد، يمكن هذا ويمكن هذا. ثم قال وتعدية الفعل، من معاني اللام لام الجارة من معانيها تعدية الفعل، نقله من شيء إلى شيء. كلت لزيد الطعام، إذن أنت نقلت الطعام من موضع وعديته إلى زيد، فهذا معنى تعدية الفعل، نقل الفعل. ومثله بعضهم بقوله تعالى وهب لي ملكا، ثم قال وفي التمهيد. طبعا التعدية هذه أيضا تلتبس بلام الملك كما قال بعض النحاة. ثم قال وقال في التمهيد أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله، قال في التمهيد اللام حقيقة للملك لا يعدل عنه إلا بدليل. هذا اختياره هو، أن اللام أصل وضعها للملك، فإن حملتها على معنى آخر فعليك بالدليل. ثم قال وتكون اللام، طبعا كلام أبي الخطاب ينتهي إلى قوله إلا بدليل، ودائما في تحقيق المخطوطات إذا انتهى النقل فضع ماذا؟ إما علامة تنصيص أو ألفها حتى تميز الكلام المنقول عن كلام المؤلف نفسه، لأنه بدون هذا تظن أن الكلام متصل، أن ما بعده هو كلام أبي الخطاب وليس كلامه. الكلام أبي الخطاب ينتهي إلى قوله إلا بدليل.
ثم قال المصنف رحمه الله: وتكون اللام بمعنى على، كقوله تعالى: ولا تجهروا له بالقول، يعني لا تجهروا عليه، لا تجهروا عليه. ثم قال يمثل بمثال آخر فقال: والعرب تقول سقط فلان لفيه، أو سقط لقفاه. ما معنى اللام هنا؟ يعني على فيه وعلى قفاه. ويخرون للأذقان سجدا، ويخرون للأذقان يعني على الأذقان، والمراد على الوجوه، يعني يسقطون على وجوههم خشوعا لله. ثم قال: وبمعنى إلى، تأتي اللام بمعنى حرف قريب منها، بل هو أقرب الحروف إليها، وهو حرف إلى، كقوله عز وجل: بأن ربك أوحى لها، يعني أوحى إليها. وقال تعالى: الحمد لله الذي هدانا لهذا، يعني هدانا إلى هذا. سقناه لبلد ميت، يعني سقناه أي الغيث إلى بلد ميت. نعم، فضل شيء. وأجل، أي معنى هذه اللفظة حرف جواب بمعنى نعم، وقد جاء ذلك في الحديث كثيرا، نحو لما قيل له عليه السلام في مرضه: إنك لتوعك وعكا شديدا، فقال: أجل. وإن المخففة، وإن المخففة المكسورة تكون شرطية: إن تقم أقم، ونافية: والله إن قمت، وكقوله: إن قمت أبدا، وزائدة كقول الشاعر: ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه. نعم، إلى هنا أحسنت. قال: وأجل، أجل حرف من حروف المعاني. قال: هذه اللفظة تأتي بمعنى نعم، فهي حرف جواب، وقد جاء ذلك في الحديث كثيرا، نحو لما قيل له عليه الصلاة والسلام في مرضه، لما قال له ابن مسعود رضي الله عنه: إنك لتوعك وعكا شديدا، ماذا قال؟ قال: أجل، يعني نعم إنني أوعك وعك. ثم بيّن ذلك أنه يوعك كما يوعك الرجلان. أكرمك الله، جزاك الله خير، واقتصر على هذا المعنى. ثم قال: إن، أي من حروف المعاني، قال: المخففة، يعني المخففة النون المكسورة الهمزة، المخففة النون المكسورة الهمزة، تكون شرطية: إن تقم أقم، إن تنجح أكافئك، كثير استعمالها في الشرطية، في الشرط كثير. قال: ونافية، يعني تكون إن بمعنى ما النافية أو لا النافية. والله إن قمت، ما معنى؟ يعني والله لا قمت. إن عندكم من سلطان بهذا، ما معنى إن عندكم؟ يعني ما عندكم من سلطان، ما عندكم حجة على هذا. قال: وكقوله إن قمت أبدا، يعني لا قمت أبدا. إذن هنا نافية بمعنى ما النافية أو لا النافية. ثم قال: وزائدة، تأتي إن زائدة، وفائدتها التوكيد، توكيد المعنى، تقوية المعنى. ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه، إذن فلا رفعت صوتي إلي يدي. هو لو أكمل الشاهد حتى يأتي الجواب لكان أحسن، لأن المراد أن ما هنا هي الشرطية، وإن إن هي فقط زائدة، الغرض منها تقوية الكلام. نعم. ثم قال: وأو،
وأو معناها حرف عطف جاء زيد أو عمرو، ويكون أي هذا الحرف للشك، لبثنا يوما أو بعض يوم، والإيهام وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، والتخيير تزوج هندا أو تزوج هندا أو أختها أو أختها أو أختها أحسن الله تزوج هندا أو أختها، خذ درهما أو دينارا، والإباحة جالس العلماء أو الزهاد، وبمعنى الواو كقول الشاعر وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقواها أو عليها فجورها، وكقول الآخر جاء الخلافة أو كانت قدرا كما أتى ربه موسى على قدري. بعد كانت له ما يستقيم الوزن، أليس كذلك؟ جاء الخلافة أو كانت قدرا يختل الوزن، وهو في ديوان الشاعر جاء الخلافة أو كانت له قدرا أو بنحو هذه البيت، يعني روي هكذا وغير روي نال الخلافة أو كانت له قدرا، المهم أنك تضيف له بعد كانت أو كانت له أو كانت له قدرا. نعم. والإضراب وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وكقول الشاعر كانوا 80 أو زادوا 8. والتقسيم الكلمة اسم أو فعل أو حرف، أو وبمعنى إلا في الاستثناء، وهذا ينتصب المضارع بعدها بإضمار أن، كقولهم لأقتلنه أو يسلم، وبمعنى إلى لألزمنك أو تقضيني حقي، وهي مثل التي قبلها. وللتقريب ما أدري أسلم أو ودع. وتكون شرطية لأتينك أعطيتني أو حرمتني. وللتبعيض كونوا هودا أو نصارى، قاله بعض الكوفيين. أحسنت. قال وأو من حروف المعاني حرف أو العاطفة، ولهذا قال هي حرف عطف، يعني حرف عطف مفيد للتشريك في الإعراب لا في المعنى، التشريك في الإعراب لا في الحكم. قال وإن كانت في بعض صورها تفيد التشريك في الحكم كما سوف يأتي في معنى الإباحة. قال جاء زيد أو عمرو، فأو هنا أفادت ماذا؟ عطف عمرو على زيد الموجب لتشريكه معه في الحكم الإعرابي وهو الرفع هنا. قال ويكون أي هذا الحرف للشك، لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوه شكا ما يعرفون حقيقة الأمر كم لبثوا. ثم قال والإيهام، وفي كثير من كتب الأصول الإبهام، والإيهام والإبهام فيهما تقارب، وبعضهم يعبر بالتشكيك، وحينئذ يظهر الفرق بين التشكيك الذي هو الإبهام أو الإيهام وبين الشك، وهو أن الشك المتكلم لا يعرف حقيقة الأمر، لا يعرف الحقيقة الأمر، لبثنا يوما أو بعض يوم، أو تقول حضر زيد أو عمر وأنت ما تدري من الذي حضر. أما الإيهام أو التشكيك أو الإبهام فإن المتكلم يعلم حقيقة الأمر، لكن يريد أن يوهم السامع، يريد أن يوهم ويشكك السامع، كما لو قلت ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه في تعريف الواجب هو حد أو رسم، هو حد أو رسم، تريد ماذا؟ أن تشوش أو تشكك السامع، وأنت في حقيقة الأمر تعرف أنه رسم وليس حدا. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، والله سبحانه وتعالى يعلم من هو على هدى ومن هو على ضلال أو في ضلال مبين. ثم قال والتخيير تزوج هندا أو أختها، فأو هنا تفيد ماذا؟ التخيير، يعني اختر إحدى المرأتين للزواج. خذ درهما أو دينارا،
يقول لابنه خذ درهما أو دينارا، يعني أحدهما إما الدرهم وإما الدينار. ثم قال والإباحة، المعاني أو الإباحة، جالس العلماء أو الزهاد، جالس الحسن أو بن سيرين. وما الفرق؟ من يعرف ما الفرق بين الإباحة وبين التخيير؟ تفضل. طيب جزاك الله خير، أحسنت. الفرق بين الإباحة والتخيير كما ذكر زميلكم هو أن التخيير لا يجوز فيه الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه. تزوج هنداً أو أختها، هل يجوز الجمع بينهما؟ ما يجوز. يقول لولده خذ درهماً أو ديناراً فأخذ الدرهم والدينار، يصح؟ لا ما يصح هذا. لكن في الإباحة يجوز أن يجمع بين المعطوف والمعطوف عليه. يقول جالس العلماء أو الزهاد، يقول لابنه جالس العلماء أو الزهاد، فذهب وجالس العلماء والزهاد، فهل أخطأ؟ لا ما أخطأ. ثم قال وبمعنى الواو تأتي أو والمراد بها مطلق الجمع، يعني قوله بمعنى الواو، الواو لها عدة معاني، لكن ما هو أبرز معاني الواو؟ مطلق الجمع، يعني الجمع المطلق، كما قال توبة بن الحمير وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقواها أو عليها فجورها، يعني لنفسي تقواها وعليها فجورها، فإن أو هنا بمعنى الواو. وكقول جرير يمدح عمر بن عبد العزيز رحمه الله جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري، يعني جاء الخلافة وكانت له قدرا. ثم قال والإضراب، من معاني أو الإضراب، يعني تكون بمعنى بل، تكون بمعنى بل. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيد، يونس عليه السلام أرسله إلى 100,000، يعني بل يزيدون، بل يزيدون. وكقول الشاعر جرير يمدح معاوية ابن هشام ابن عبد الملك كانوا 80 أو زادوا 8، لولا رجاؤك قد قتلت أولادي. طبعا هو يستعطفه، يعني يذكر له كثرة الولد، يعني يقول كانوا 80 أو زادوا، يعني بل زادوا 8، فيكون عدد أولاده كم؟ 88. ثم قال والتقسيم، من معاني أو التقسيم، الكلمة اسم أو فعل أو حرف، كأنك تقول أقسام الكلمة ثلاثة أقسام، كذا وكذا وكذا. تقول الأدب شعر أو نثر، الحكم الشرعي التكليفي واجب أو محرم أو مكروه إلى آخره، فإن أو هنا تفيد التقسيم. وإن كان ابن مالك له شيء من التدقيق رحمه الله، يقول الأحسن أن نقول التفريق ما نقول التقسيم، يعني كأن هذه أنواع مفرقة كل واحد ليس الثاني. لماذا؟ قال لأن الأحسن في اللغة عند ذكر التقسيم، عند ذكر الأقسام، أن تعطف بحرف الواو لا بحرف أو، فتقول ماذا؟ الكلمة اسم وفعل وحرف، الأدب شعر ونثر، الحكم وجوب وتحريم وإلى آخره. قال هذا هو الأصح في لغة العرب، ومن ثم سمه التفريق ولا تسمه التقسيم، هكذا يقول ابن مالك رحمه الله. قال وبمعنى إلا، من معاني أو أنها تأتي بمعنى إلا فتفيد الاستثناء، وحينئذ ينتصب بعدها الفعل المضارع بأن مضمرة كما هو معروف في كتب النحو، كقولهم لأقتلنه أو يسلم. ما معنى أو يسلم؟ يعني إلا أن يسلم. ثم قال
وبمعنى إلى لألزمنك أو تقضي حقي. ما معنى أو تقضي؟ يعني حتى تقضي حقي، يعني لا سوف أبقى ملازما لك حتى تقضيني حقي. ثم قال وهي، ما هي؟ الضمير يرجع إلى ماذا؟ أو التي بمعنى إلى. قال وهي مثل التي قبلها، وهي أو التي بمعنى إلا. مثلها في ماذا؟ يعني في الحكم الإعرابي، وهو أن المضارع ينتصب بعدها بأن مضمرة. ثم قال وللتقريب من معاني أو التقريب، كقوله ما أدري أسلم أو ودع. وهذا المعنى أخذه المصنف فيما أظن من ابن هشام في مغني اللبيب، وابن هشام أحاله على الحريري، ولم يفصح ابن هشام عن ما هو معنى التقريب، يعني لم يبين ما هو، فقط قال له الحريري وغيره وسكت، وعادته أنه يشرح رحمه الله. والحقيقة أنه ليس واضحا، هو يقول ماذا؟ لا أدري أسلم أو ودع. قد يقال إن أبو هنا للشك، أليس كذلك؟ وكأنه والله أعلم كأن هذه أول التي للتقريب، هو فيما إذا كان المعطوف قريبا من المعطوف عليه في المعنى، فإن الوداع والسلام فيهما شيء من التقارب في المعنى أو التلازم عادة، فإن عادة المودع أنه يسلم، كأنهم هكذا أرادوا والله أعلم، على أنها لا تخرج عن معنى الشك. ثم قال وتكون شرطية أو تكون شرطية، فتكون بمعنى إن مثلا. لآتينك أعطيتني أو حرمتني، يعني المعنى إن أعطيتني أو إن حرمتني لآتينك، فتكون أو هنا بمعنى إن الشرطية، هكذا قال. ثم قال وللتبعيض، قال وللتبعيض كقوله تعالى كونوا هودا أو نصارى، قاله بعض الكوفي. وهذا أيضا أخذه المصنف رحمه الله من مغني اللبيب فيما يظهر. وابن هشام ماذا قال؟ قال يعني التبعيض، يعني لا توجد أو بمعنى التبعيض، لكن من نقل عنهم هذا المذهب وهو بعض الكوفيين كأنهم أرادوا بالتبعيض تفصيل الإجمال، التفصيل يعني تفصيل الإجمال. لماذا؟ لأن الآية ماذا؟ كونوا هودا أو نصارى، ففيه شيء من الإجمال، لأن اليهود لن يقولوا كونوا يعني أيها الناس هودا أو نصارى، ولا النصارى سوف يقولون للناس كونوا هودا أو نصارى، ففي الآية يعني شيء من الإجمال، وإنما المعنى قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى، فكأنه يقول بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا، فظنوا أن أو تفيد التبعيض بينما هي لا تفيد التبعيض. نعم تفضل. كيف يا شيخ؟ الشرطية ذكرناها، يعني كما قلنا يعني معناها إن حرمتني، إن أعطيتني، إن فعلت كذا وكذا لأتينك، فتكون أو بمعنى إن الشرطية. نعم. قال وثم معناها حرف عطف يرد للترتيب، جاء زيد ثم عمرو ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ثم سواه ونفخ فيه من روحه، والتشريك ثم تاب عليهم، والمهلة ثم آتينا موسى الكتاب، قاله ابن مالك وذكره غيره. أعجبني ما صنعت العام ثم ما صنعت عام أول، وحتى معناها لا إله إلا الله. جزاك الله خير. قال ثم من حروف المعاني ثم العاطفة،
قال تكون حرف عطف مفيدا للترتيب، هذا أول معنى يذكره المصنف رحمه الله من معاني ثم، وهو الترتيب. وقلنا من قبل إن الترتيب، قال إن الترتيب معناها أن الثاني يقع بعد الأول وليس العكس، فكل في يعني الترتيب في اللفظ سوف يكون ترتيبا في المعنى، الأول أولا والثاني ثانيا. جاء زيد ثم عمرو، من الذي جاء أولا؟ زيد، والذي جاء ثانيا هو عمرو. من الذي رتب بين الفعلين؟ فعل الاثنين ثم، ثم هي التي أفادت الترتيب. فلو دخل أو لو جاء عمرو قبل زيد فقلت جاء زيد ثم عمرو، لم يكن هذا لغة العرب، يعني ما يصح هذا في اللغة. فإذا أفضتم من عرفات، إلى أن قال في الآية الثانية ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فثم أفادت الترتيب. ثم سواه ونفخ فيه من روحه، فإن ثم أيضا تفيد الترتيب. ثم قال والتشريك، ما معنى التشريك؟ يعني اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم المذكور، وهو الفعل الذي قرن بهما. فلو قلت نجح، لو قلت حضر زيد ثم عمرو، الحكم وهو الحضور، حصل ممن؟ من زيد أو من عمرو؟ فتقول من الاثنين، مع أنني ما قلت حضر زيد ثم حضر عمرو، لما قلت حضر زيد ثم عمرو، ومع هذا تنسب الحضور إلى عمرو، لأن ثم تفيد التشريك، التشريك في المعنى وهو الحكم المذكور. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى أن قال ثم تاب عليهم، من هم؟ الثلاثة الذين خلفوا. فالتوبة حصلت للجميع، وإن كان الأحسن أن يمثل المصنف بثم تعطف ولا يذكر بعدها نفس الفعل، وإنما يحذف، يكون أحسن في الدلالة على معنى التشريك، لأن هنا كرر العامل لقد تاب ثم قال ثم تاب، واضح؟ لكن في المثال الأول صحيح، الأمثلة الأولى صحيح، لا هو ما ذكر في التشريك، نعم ما ذكر في التشريك إلا هذا المثال. والأحسن كما قلنا أن يحذف العامل، أن يأتي بمثال حذف فيه العامل بعد ثم، إنما يذكر في المعطوف عليه ولا يذكر في المعطوف، نقول هذا الأحسن يعني. ثم قال والمهلة، يعني التراخي، ما يعبر عنه بالتراخي ويعبر أيضا عنه بالمهلة، وهو التطاول في الزمان. ثم آتينا موسى الكتاب، يعني بعد مدة. قاله ابن مالك وذكره غيره أعجبني ما صنعت العام ثم ما صنعت عام أول، يعني يبدو والله أعلم أن في الكلام حذفا، لأن الكلام هنا ما يستقيم هكذا. أين الترتيب؟ كيف؟ في ترتيب هنا؟ المهلة تلازم الترتيب، يعني الترتيب يكون معه تراخي، لكن غيره من المصنفين يذكرون أن الترتيب قد يكون حقيقياً وقد يكون ذكرياً في مجرد الذكر في الكلام، وقد يكون الترتيب في المنزلة كما تقول مقاصد الشريعة ضروريات ثم حاجيات ثم تحسينيات. فأنت هنا ما ترتب وقوعاً فعلاً وقع، إنما ترتب المنزلة، أي أن منزلة الثاني دون منزلة الأول، والمنزلة الثالث دون منزلة الاثنين السابقين. وكذلك الترتيب في الذكر، في الذكر يعني في الكلام، ومنه هذا المثال أعجبني ما صنعت العام ثم ما صنعته عام أول، يعني العام قبل الماضي، مع أن العام قبل الماضي يعني هو قبله ليس بعد العام هذا الموجود حالي الآن، فكأنه أراد الترتيب في الذكر فقط.
نعم اقرأ حتى، تفضل يا شيخ. وحتى معناها لانتهاء الغاية حتى مطلع الفجر. سرت حتى الكوفة، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. والتعليل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أسلم حتى تدخل الجنة. وبمعنى إلا في الاستثناء: وما يعلمان من أحد حتى يقولا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. شعرا: ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل. نعم أحسنت. قال حتى معناها انتهاء الغاية حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع، حتى مطلع الفجر، يعني ماذا؟ إلى مطلع الفجر. وحتى هنا غاية ماذا؟ زمنية. ثم قال سرت حتى الكوفة، هذه غاية مكانية. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هذا غاية زمانية. ثم قال والتعليل، قال ماذا؟ والتعليل. طبعا يعني ما بعد الغاية، ما بعد حتى، لا يدخل فيما، لا يدخل فيما قبلها. ولهذا يذكرون الغاية، يذكرونه مفهوما من مفاهيم المخالفة، يعني أن الحكم في المسكوت يخالف حكم المنطوق. وكلوا واشربوا هذا حكم. ثم قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، فإذا تبين الخيط الأبيض لا يأكلون ولا يشربون، وهذا هو معنى مفهوم المخالفة. والحنفية يحتجون، يعني يصرحون بأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، لكن لا يسمونه مفهوم مخالفة، وإنما يسمونه دلالة إشارة، يسمونه دلالة إشارة، يعني يلزم من مد الحكم إلى غاية، يلزم منه أن ما بعد الغاية ليس داخلا، وإلا لم يكن للغاية معنى. قال والتعليل، من معاني حتى المعنى الثاني هو التعليل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، يعني لأجل أن يردوكم عن دينكم. وقال تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يعني لأجل أن تفيء إلى أمر الله. مع أن الحقيقة أن بين أمثلة التعليل وأمثلة الغاية بينهما تشابه كبير جدا، بحيث أنه يعصر أحيانا التفرقة بين أمثلة النوعين. يقول أسلم حتى تدخل الجنة، هذه التعليل ولا الغاية؟ فالحقيقة كما قلت لكم تلتبس أمثلة الغاية وأمثلة التعليل، يعني الأخير أسلم حتى تدخل الجنة واضح أنها للتعليل صح، لكن الذي قبله فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، غاية أو تعليل؟ يعني هو التعليل غير الغاية، هو معنيان منفصلا، لكن المثال يمكن أن يقال لأجل أن تفيء، ويمكن أن يقال قاتلوهم إلى غاية، وهي أن تفيء إلى أمر الله، وبعد الفيء لا تقاتلوهم، أليس كذلك؟ يمكن أو لا؟ ويبدو والله أعلم أن الفرق بين حتى الغائية وحتى التعليلية أن ينظر في المثال، فإن كان ما بعد الغاية حكمه يبقى مستمراً فإنها للتعليل، وإن كان ينقطع فهي للغاية. أقول يبدو والله أعلم أن هذا هو الفرق. أعيد أقول ينظر ما بعد حتى، إن كان الحكم يستمر حتى بعد حتى فإنها تكون للتعليل، وإن كان ينقطع يعني يخالف ما قبل الغاية فإنها
للغاية. فمثلاً قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. حتى هذه غائية أو تعليلية؟ يعني نقاتلهم لأجل نأخذ ما بأيديهم من المال، أو نقاتلهم إلى أن يعطوا الجزية؟ غائية. طيب لماذا غائية؟ لأنه لا يجوز قتالهم بعد إعطاء الجزية إلا من سبب آخر غير السبب المذكور، وهو عدم الإيمان بالله واليوم الآخر. لكن لو قلت بر بأبيك حتى يدعو لك، حتى غائية ولا تعليلية؟ تعليلية. لماذا؟ لأن البر يستمر حتى بعد أن يدعو لك، تستمر. أسلم حتى تدخل الجنة، تعليلية، لأن الإسلام يستمر حتى بعد دخول الجنة، يبقى مسلماً مؤمناً بالله، وهكذا. نعم. كيف يا شيخ؟ يأتي معنا إن شاء الله في مفهوم الغاية عند ذكر المفاهيم إن شاء الله. قال: وبمعنى إلا في الاستثناء، يعني تأتي حتى بمعنى إلا في الدلالة على الاستثناء، كقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، يعني إلا أن يقولا، هكذا قال: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، يعني إلا أن يرجع إلينا موسى. تلاحظون أيضا الأمثل تلتبس بالغاية، معنى الغاية. وقال الشاعر: ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل، يعني إلا أن تجود وما بيدك مال قليل. هذا والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.